عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريبي لغات والمدارس اللغات، وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. وصلنا مع بعض لليسن 3 يونت 2، الليسن بعنوان Sports, Places and Equipments. هنحل دلوقتي عليه من كتاب المعاصر، سبق وحلينا على القناة من كتاب الباهر وكتاب جيم، ودلوقتي بنحل كتاب المعاصر وهنحل كمان كتاب بيت باي بيت. لو لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش معانا، ادخل على قناة منارة العلم English for You على اليوتيوب، فعل الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي احنا بنقدمه. ادخل على البلاي ليست على القناة او قائمة تشغيل واختار شرح منهج الصف الخامس الابتدائي، وهتلاقي كل درس حلين عليه من مختلف الكتب الخارجية، المعاصر، الباهر، جم، بيت باي بيت، قطر الندى. بإذن الله الامتحان مش هيخرج برا الأفكار اللي احنا حلينها، وبإذن الله معانا هتتأسس وتجيب الفول مارك. مش هتحتاج ان انت تعمل اي حاجة اكتر من ان انت هتسمع الفيديو وتتبع التعليمات اللي فيه وتفهم معانا الشرح وتشوف الفيديوز وتشوفنا احنا حلين عليها ازاي. مش هتتفاجئ بأي فكرة جديدة جاية في الامتحان، لأن كل الأفكار إحنا استعرضناها مع بعض إن شاء الله. عايزة أنبهكوا إن المفروض في آخر أسبوع في أكتوبر في امتحان على أول وحدتين. طبعا المفروض إن التقييم الجديد إن أنت هتمتحن في أكتوبر وهتمتحن في نوفمبر، ثم بعد كده تمتحن امتحانات نصف العام. فطبعا اكتوبر ونوفمبر هيكون عليهم جزء من درجة نصف العام، لازم تكتزهم وتنجح فيهم عشان تتنقل معانا ان شاء الله للترم التاني وتنجح في السنة. فاللي لسه ما ذاكرش لحد دلوقتي، ادخل على البلاي ليست على القناة وهات الفيديوز بتاعة شرح منهج كونيت 5 للصف الخامس الابتدائي، واتبع بقى معانا شرح كل درس وحل الاسئلة اللي عليه. مش هتحتاج اكتر من ان انت تتفرج على الفيديو وتحفظ بس الكلمات وتفهم معانا اللي احنا بنقوله، وان شاء الله الفول مارك هتبقى حلفتك. عايز افكرك بان احنا رافعين على القناة شعار ساعد تؤجر، يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك تحت الفيديو، ما تنساش كومنت تحت الفيديو تشجعني بيه عشان الفيديو ينتشر واكبر قدر من الطلبة تشوفه وتستفيد. كمان لو ليك صديق او صاحب او زميل او جار، ادعوه ان هو كمان يشترك في القناة ويتابع المحتوى معانا بالمجان تماما عشان هو كمان يستفاد زي ما انت تستفاد. وما تنساش ان انت هتساعد، ربنا هيجازيك بكل خير ان شاء الله، لان ساعد تؤجر. يلا نبدا مع بعض ونقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، واللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، وانت ستجعل علينا كل صعب سهل باذن الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحل اول تدريبات كتاب المعاصر على ليسن 3 يونت 2. واذا ما احنا شايفين كده اول الدرس هو باتش توصيل، بيقول read and match A with B. هنقرأ العمود A والعمود B ونوصل بينهم. وزي ما قلت وزهقت مني من كتر ما قلت الجملة دي مرارا وتكرارا، سؤال التوصيل من الأسئلة المهمة جدا، لأن الغلط فيه مضاعف، هو ممكن يبعطل لي درجات ويخليني أفقد درجات لو أنا مش واخد بالي، لأن لو خدت اختيار بتاع جملة حطيت الجملة تانية يبقى أنا غلطت في الجملتين مش في جملة واحدة، وممكن يترتب عليه إن أنا أغلط في جملة كمان وكمان، يبقى كل التوصيل عندي غلط ويبقى فقدت الدرجات بتاعته كلها. فأركز كده وأنا إيه بوصل. طيب، واتفقنا ان اي ما الاقي في الدرس مكتوب لي definitions تعريفات، يبقى انا عارف ان انا المفروض اعرف الكلمة دي بالعربي واعرف معناها بالانجلش واعرف ترجمة الجملة بقى بتاعتها بالانجلش، ويبقى ده سؤال موضع توصيل في الامتحان، يجيب لي حاجة زي كده في سؤال توصيل في الامتحان او في سؤال اللي تشوز. طيب تعالوا بقى نطبق على الكلام ده. اول حاجة بيقول a swimming pool is، طيب حمام السباحة يكون a swimming pool is a، طبعا where I go swimming يعني المكان اللي بروح عشان اسبح فيه، يبقى number one هتاخد معاها b. طيب number two بيقول when I swim يعني لما بعوم، عايز اقول ان انا بستخدم النظارات بتاعة السباحة بتاعتي، لان احنا زي ما اتفقنا ان مية البحر بتبقى ملحة، فالملح لما يخش في عينيا يأذيني. مية حمام السباحة بيكون فيها الكلور عشان يبقى مطهر، يعني عشان لما الناس تنزل مع بعضيها وكده، فطبعا برضو الكلور لو دخل في عينيا هتحمر وهيأذيني، فانا بلبس الجوجلز النظارات بتاعة السباحة عشان تحميني وتحمي عينيا. يبقى when I swim I use my goggles، يبقى لما بعوم بستخدم النظارات، يبقى number two هتاخد معها A.
نمبر 3 بيقول we play tennis، نحن نلعب التنس. طبعا on the courts يعني في ملاعب التنس، لان احنا اتفقنا مع بعض ان التنس بنلعبه في الكورتس، انما الفوتبول بنلعبه في البيتش. ان ملعب الفوتبول اسمه بيتش، انما ملعب التنس اسمه كورت. طيب يبقى نمبر 3 هيكون معاها ايه. نمبر 4 بيقول I wear my boots، بلبس حذائي اللي هو الحذاء البوتس دي اللي هو الحذاء المخصص لعبة كرة القدم بنسميه بوتس. طبعا when I play football يعني لما ببقى عايز ألعب كرة القدم. طيب السؤال التالي بعد كده بيقول read and choose the correct answer from A, B, C or D، اقرأ واختار الإجابة الصحيحة من ما بين الاختيارات اللي هم اديها لي. بيقول لي being in a swimming A is exciting، يعني ان انت تعوم في حمام السباحة ده حاجة مشوقة وحاجة جميلة. يبقى being in a swimming pool يعني العوم في حمام السباحة. طيب السؤال بعد كده بيقول we play football on the A، لسه قايلينها دلوقتي، احنا اتفقنا ملعب الكرة القدم اسمه بيتش، انما ملعب التنس اسمه كورت. يبقى الفوتبول احنا بنلعبها فين؟ في البيتشز عشان ده جامعة، انما لو كان جاب لي تنس كنت قلت له كورتس. طيب السؤال بعد كده بيقول I use my A to play squash، طبعا احنا عرفنا ان من الاكيوبمنتس بتاعة السكواش هو الراكتس، انا بلعب السكواش عن طريق الراكتس المدارب بتاعة السكواش، يبقى I use my rackets to play squash. طيب نمبر 4 بيقول I like A because I can do a lot of moves and high kicks، بيحب رياضة A عشان الرياضة دي اللي بتخليه يعمل حركات كتير مختلفة ويعمل ركلات عالية أو يشوت ويدي بالشلوت وكده. طبعا الكاراتيه، الكاراتيه من الرياضات اللي بتكون عايزة lot of moves and high kicks. طيب نمبر 5 بيقول I'm great at squash because I ate a lot، طبعا انت تبقى ماهر في اي حاجة لو اتمرنت عليها كتير، يبقى because I practice a lot يعني بتمرن عليها كتير او بمارسها كتير. لو جابلي برضو كلمة exercise برضو صح، يبقى I practice a lot يعني بتمرن عليها كتير. طيب السؤال بقى كده بيقول read and complete the text with words from the box، عايزين نقرأ النص ونكمله بالكلمات اللي موجودة في البوكس. اول كلمة swimming يعني السباحة، matches المباراة، كاراتيه لعبة الكاراتيه، beach اللي هو ملعب كرة القدم، pool اللي هو حمام السباحة أو البيسين يعني. بيقول I love playing sports when I am on the A، أنا بحب لعب الرياضة. وبيقول when I am on the A، تعالى نكمل عشان نعرف، I kick the ball with my friends، أنا لما ببقى فين بشوت الكرة مع أصحابي. طالما بشوت الكرة مع أصحابي يبقى بيتش اللي هو ملعب كرة القدم. بيقول my brother's favorite sport is A، he always use his goggles when he goes to pools. طيب هو بيقول لي الرياضة المفضلة لأخوي هتكون A، هو دايما بيستخدم النضارة بتاعة السباحة وبيروح للبسينات أو حمامات السباحة. يبقى طبعا هو بيتكلم عن العوم، يبقى السبورت اللي هو عايزة هي السباحة اللي هي swimming. الجملة اللي بعد كده بيقول My little sister is good at A، she does a lot of moves and she does high kicks. يبقى ايه الرياضة المفضلة بتاعت اختي؟ لما هي بتعمل حركات كتير وبتعمل ركلات عالية، يبقى اكيد بيتكلم على الكاراتيه. وبعدين بيقول I like to watch tennis A on TV، أنا بحب أتفرج على مباريات التنس على التلفزيون، يبقى هختار matches. طيب أتعامل إزاي مع القطعة عشان أعرف أحلها؟ كل كومة أو كل نقطة خدها إن هي جملة منفصلة، قسم القطعة لجمل وبعدين حاول تفهم الجملة وتترجمها وتختار الكلمة المناسبة ليها من البوكس اللي عندك، هتلاقيك إن انت حلتها وحلتها صح. وطبعا زي ما اتفقنا ما بيجيبلكش أي حاجة من برة، كل حاجة بيجيلك من التكست أو الديالوج اللي هو بيديهولك في الدرس ومن الميل فوكابلري اللي انت عارفه. فلو انت مذاكر الميل فوكابلري وعارف الكلمة معناها، تبتدي تترجم الجملة وتحل صح. طيب السؤال reorder، بيقول لي reorder the words to make correct sentences، الترتيب واللي بيجيني شكوى كتير منه هو والباراجراف. الترتيب يا جماعة زي ما اتفقنا عايز قواعد معينة أو خطوات معينة عشان أعرف أحله. أول حاجة ببقى مذاكر التكست والديالوج اللي هو مديهولي في الكتاب كويس، وأبقى حافظ المين فوكابلري بتاعه، لأن الجمل بتاعة الترتيب بتيجي بالنص من المين فوكابلري ومن التكست اللي هو مديهولي في الدرس.
تاني حاجة أبقى أعرف قواعد ترتيب الجملة في اللغة الإنجليزية، إن اللغة الإنجليزية الجملة فيها دايما بتبدأ بالسبجكت اللي هو الفاعل، ثم الفيرب اللي هو الفعل، ثم الأوبجكت اللي هو المفعول. ولو سؤال يبقى هيتكون من أداة الاستفهام، ثم الفعل المساعد، ثم الفاعل، ثم الفعل الأساسي، ثم التكملة. طيب دي القواعد اللي انا ببقى عارفاها كويس قوي. بعدين اعمل ايه؟ احاول اترجم الجمله اللي قدامي عشان اعرف التركيبه بتاعتها، ولاحظ ان في الانجليش بيبقى عكس العربي في الصفه والموصوف. يعني في العربي اقول فستان جميل او فستان احمر، في الانجليش اقول ريد دريس، ما اقولش دريس ريد. وده بالتطبيق بقى على اي صفه تجيلي وموصوف في الانجليش. طيب تعالوا نشوف مثلا اول حاجه هنا بيقول ار وي سويمينج pools where go، وعايز أبدأ ببولز، عايز أقول إن حمامات السباحة هي المكان اللي بروحه عشان أعوم فيه، يبقى هبدأ وأقول pools اللي هي حمامات السباحة are تكون where we go swimming المكان اللي احنا بنروحه عشان نعوم فيه. معلش هنا في غلطة الكيبورد ما كتبتهاش، المفروض WH قبل الإي فما ننساش الH. طيب يبقى pools are where we go swimming يعني حمامات السباحة هي المكان اللي احنا بنروح عشان نعوم فيه. طيب number two بيقول are tennis we play where courts، عايز اقول ان الملاعب بتاعة التنس هي المكان اللي انا بلعب فيه التنس، يبقى courts هبدأ اقول اللي هو ملعب التنس are يكون where المكان we play tennis اللي بلعب فيه التنس. السؤال بعد كده بيقول where suit I karate هقول I wear a karate suit يعني أنا بلبس البدلة بتاعة الكاراتيه. طيب السؤال بعد كده بيقول beach we on play football there، عايز أقول we play football on the beach يعني إحنا بنلعب كرة القدم في ملعب كرة القدم. بدأت بالفعل اللي هو we، ثم الفعل اللي هو play، ثم المفعول بقى اللي هو الفوتبول اللي هو كرة القدم، ثم بعد كده التكملة اللي هي on the beach. الأربع جمل دول ممكن يمثلوا لي نوع من أنواع الاختصار للدرس، يعني أحفظهم وأخلي بالي منهم لأن عليهم ممكن يجي جمل reorder، ممكن يجي ماتش، ممكن يجي تشوز، فابقى عارف الجمل دي، ابقى عارف ان البولز هما وير وي جو سويمينج، وابقى عارف ان الكورتس وير وي بلاي تنس، وابقى عارف ان الكاراتيه سوت وي وير ات تو بلاي كاراتيه، وابقى عارف ان وي بلاي فوتبول اون ذا بيتش. آخر سؤال معانا من أسئلة الكتاب المعاصر، سؤال punctuation بيقول punctuate the following sentences، عايز أحط علامات الترقيم وجايب لي جملتين. طبعا علامات الترقيم أي سؤال أي جملة بتبدأ بكابيتال لتر، أسماء الأعلام، أسماء المدن، أسماء الشوارع المشهورة، أسماء أي حاجة مشهورة تبدأ بكابيتال لتر. في نهاية الجملة بحط الفول ستوب، في نهاية السؤال بحط علامة الاستفهام، ما انساش الأبوستروف بتاعة الاختصارات اللي هي مثلا didn't doesn't أو I am أو it's والكلام ده كله، ما انساش الأبوستروف بتاعتهم. و يعني بالتدريب بقى على الأسئلة وإحنا بنحلها أي حاجة هتيجي تاني هقولها لكم. طيب هنا بيقول سارة wears her boots to play football، طيب يبقى هنا بيقول لي سارة لبست الحذاء بتاع كرة القدم عشان عايزة تلعب كرة قدم. المفروض ان سارة دي اسم علم، اسم بني آدم، اسم من الأسماء يعني، فالمفروض بتبدأي بكابيتال لتر، كمان هي جاية أول الجملة فلازم يبقى كابيتال لتر، يبقى الاس هتبقى كابيتال لتر، وبعدين هحط فول ستوب، مفيش حاجة تاني في الجملة. طيب هنا بيقول where can you play squash، طبعا ده سؤال يبقى لازم يكون اخره question mark، واول كلمه ببدا فيها في السؤال بتكون capital letter، فالW هنا هتكون capital letter، وخلاص مفيش حاجه تاني. اوكي يبقى where can you play squash. كده حلينا مع بعض تدريبات كتاب المعاصر على lesson 3 unit 2، وحلينا على القناة زي ما اتفقنا من كتاب جيم ومن كتاب الباهر، والفيديو الجاي هنحل مع بعض ان شاء الله من كتاب بيت باي بيت. لو عايزين اي سؤال او اي استفسار ادخلوا على المنتدى في قناة مرارة القلب انجلش فور يو، واكتبوا لي في التعليقات اي حاجة عايزينها تتشرح، اي حاجة بتسألوا عليها. ما تنسوش الاشتراك في قناة التليجرام مرارة العلم انجلش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي، واللي عايز اللينك ومش عارف اللينك يراسلني هبعت له اللينك، عشان منزلين
ملازم بقى لرابعه وخمسه ابتدائي في كل المواد، وفيديوهات الشرح بتاعت اللغه الانجليزيه، واي بقى تفاعل هيكون من خلال هذه القناه، يعني ان احنا ندي هوم ورك، حد يحله، حد يبقى عايز حاجه تتشرح له وهكذا. وما تنسوش برضو الاشتراك في صفحه مناره العلم انجليش فور يو على الفيسبوك، عشان من خلال الرسائل والكومنتس بتاعت الصفحه بنتناقش ونتفاعل مع بعض. ومناره العلم انجليش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي مجموعه الفيسبوك. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنساش ساعة تؤجر، لو عجبك الفيديو سيب لي لايك تحت الفيديو، كومنت حلو منك يشجعني ان انا اكمل، وادعوا اصدقائكم انهم يشوفوا المحتوى بتاع القناة عشان كلكم تستفيدوا باذن الله. كانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes. Thank you and goodbye.